عطني خبي ورسان اللهم دار ما خطر پیرزاده عبدالرحمن عبدالرحمن امیر اوس په دریم نمبر غلی دو اس انعامات رکاوی د خیره ها امیر هغه وویل اخري اوس په دریم نمبر غلی دو لا هذه موجودة نعم أروح عنها عيب لا احنا نعرفها ترى عشان خلاص احيا الحرم والله ها؟ اقول لك دندي كتابة سلام النصر فريقنا مع بعض الجميع سيقوم بتتويج الفارسات الفائزات بسباق اليوم سعادة حميد سعيد ملاحق الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات لنادي تراث الإمارات والفاضل محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية كذيب بالعالمية للقدرة. سنبدأ الفارسة الفائزة بالمركز الثالث. ثيرد بليس ذهب للفارسة رقم 68 أو للجواد رقم 68 كلاي والفارسة مريم حسن بن علي استبلعت خديبة سلام عدد من 82 بنسبة 2nd place المركز الثاني ذهب للجواد رقم 33 كاميرون والفارسة فاطمة جاسم المري استبلاد دباوي عدد النقاط 171.25 ونسبة 53.2% طبعا زميلتها الفارسة هي التي تستلم الجائزة من استبلاد دباوي نو اي ثينك بفارق ضئيل جدا بينها وبين المركز الاول وبفارق يقل عن تقريبا سته اجزاء من ذهب المركز الاول للفارس او للجواد رقم 47 عزام ديهوك والفارسه كيتي دا په یک نمبر غلی دو دا میز یو شیخ دو خو میز دوی نه دی نور میز یو شیخ دا په یک نمبر دوی میز په تین نمبر دا بل په دو نمبر مبروک للخيول التي اجتازت هذا السباق التقاط الصور التذكاريه الان مع الفارسات الفائزات مبروك الناصر مبروك ديفيد السلام كل الشكر
والتقدير لكل من ساهم وشارك لنجاح السباق. غدا نذكركم Excuse me, can you go back for the dictionary?